عيوني تاليا أحسست فيه كأن سطوره فجر وعطر وقد ضم الحياة بدفتيه وقد ضم الحياة بدفتيه فهل أحسست أن سماه غيما إذا رتلت آيات كريمة سماء بل شفاء بل هدايا لماذا أنت لم تدرك نعيما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى وعدرسك نعاو كبلاب مياه آيات بقل يا أفري طبناد سورة النساء الله وحوري سبحانه لا خير في كثير من نجواهم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله وحوله سبحانه لا خير خير في كثير إن بدنكم السجن إنت بدن أو من نجواهم فقود أه لا خير خير مأهان في كثير إن فربضن خير كمتشرو إنت فربضن أو من نجواهم فقود أه إلا من إلا نجوى من متفقي موياني كاسو أمر أمري هو منك بصدقة صدق أمري أو معروف أم وحونا أكسن ذاتك فري أو إصلاح أم هشيسين إيهاجات أمري بين الناس ذاتك دحدود اللهاجاتيو ومن يفعل روح سمي ذلك مذكورك الله سو شيغي أو صدقة إن أوفرو أما معروف كي أوفرو أما وناجي هشيسينتي وأمره مركا ذلك دو سد حدا كما عابو وحيقول نقول إسام مذكور نمو إيغو هوستا كما كا أيا كركا أيغو نقول إسام مذكور أهان أو كلا سو شيغي أو فربضن ومن يفعل روح سمي ذلك كلا سو شيغي ابتغاء مرضات الله إلهي رالي أهانشي سدونيس ودون يدرتيدنا أسمية فسوف نوتيه وحنصين دونا أجرا أبال أبال كاسو عظيما وين مركا إلا من أمر وحين نجي إلا نجوى من متفقي موياني مركا وحين نجوى أسو قدري سن نجوها النجوها اللوغة صوري أبو إلا يغايسكم إذا وواي من وذات دي وعين دي ذات اي معنانا لما سوك الرهيب النجو هو معنى معاني دا كم دا من وقف كلفتي سي قف كان فقل لغا مسو الرهيبية فقل لغا سو الرهيبية مركاسي اي متطابق سوك النقطو يسكو مناسب النقطو من توحد سو قدرتا مضاف النجوة إلا إن لبدا فق اي اللي سوك الرهيبية مركاسي اي نوني إلا نجوة من الله وحوري ومن قفك يشاقق خلافه معناها دين عمره الرسول الرسول كالروح خلافه مشاقق هذا وحال الله يدهدا مركا دين عيو أمري ما هي دين عكلا أدقاد وشق ودين عم الضريق مركا هو الروح طريق الرسول كمري ما هي متكلة كقرب تيحدا ومن يشاقق الرسول روح الرسول كخلافه من بعد ما تبين انتو عدادي دبديد له اسغا الهدى هنونكو روح الرسول كخلافه هنونكو انتو عدادي دبديد اسغو اوغ او بديديا او ويتبع راعه غير سبيل المؤمنين مؤمنين توددو دمدان هين الراعه
روح اللبدا اسكو درسدا انو رسولك خلافو اي طريق المؤمنين تا انو كبايرو نوليه وحنو اوغا ولييلنا ما تولى وحو كولييشاي معناها وحنو ديننا وحو دورتي نتركه ومختاره اسغا اي وحو دورتي ايانو اسو ديننا او دي قفكي وحي اسكو خيرا وا لو دايا من تعلق بشيء وكل اليه ونسله وحنو غلين دونا جهنم جهنم ايانو غلين دونا وساءت ويحماته هي جهنمنا مصيرا اي مرجعا ومآبا ميلون نقدنا جهنم ايا اوغو حمان شبدا عيادا بالله الله وحوري ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ربي وحوري ان الله الله لا يغفر ما ضافه أن يشرك إن لو شريك يلو به إساقا إن الله لغو كفريا أما عبادتي سعيدك للاو داتيو إلهي مدافو وهدي لغو دنتو إلي دنبي والبن نولول هدي لغو توبتك يعني إلهي وادافا لكن وحلغا هدل ياكي لغو دنتي ويغفر وادافا ربي ما دون ذلك shirkiga wixii ka soo keyana ilaahay uu dhaafa oo liman midbu u dhaafa ka soo yasha uu doono hadaanu doonina de uma dhaafe intu naarta kaga soo gooyo ayuu jannada ku dambaysiya alla waxa wari wa man yushrik ruuha u shariki la billahi alle ee cid kale cibaadadiisa la wadaajiya faqad dalla haqiqa ahaan buu kaasi u lumay ضلالا لمد او بعيدا فوق الا وحوري ان يدعونا مع عبديان كوا مشركين تي من دوني الهي سو كدي مع عبديان الا اناثا ددق موياني وان يدعونا اي ما يدعونا مع عبديان الا شيطانا شيطان مويه وحكل مع عبديان شيطان كاسو مريدا مريداً مدح أدق شيطان مدح أدق مويه وحكى لعابد مايان الله وحول لعنه الله شيطان كإلهي ونعضلي أن حريستي سواك الدركيي هل كوقف لازم كجرة وقوفتنا هي ابتداء قرآن كمعنوية ما دايس كمي ما دان وإما كهدين لواصلين لها أون لوقفين ولأورن لها لعنه الله وقال وحل مودي لها دي قال ذا الله ذا إنو إلهي لا المودي لها وهذا الكي ألا وياهي ومعنوه إحنا نقول لها لعنه الله إلهي وان عضلي وقال وحن ويري إلهي ساس المودي لها معناها الوجه إذا أنا وحوي شيطان بالله حكايون يا الله ورمي يا وحو يري كان يري وقال يا الله حكايون يا وشيطان كي لأتخذن آيات كقران إيسا مركا لعنه الله ووقف اللازم هلك استاك إلا هذا الكواء سوء كلا صعمه أون ليسوء خلدن وقال نوا هذا العصب والله بلا بنيو ألا وحول لعنه الله إلى هيوان عضلي شيطان وقال وحول الشيطان دوا هذا العصب لأتخذن إلهي بقى الموقع ورمي مركا وحو شيطان يدو حكاية عن قولي وقال وحول مركا شيطان كملعون كإيه لأتخذن لام تنوى موطئة للقسم وحلو جوجل دي دار ولام تهلكاتكو أركتو والله بلو قدرة معنو مركا وحوي وحو شيطان يدي لأتخذن والله بان كدارت الا اتخذن وحن كيلن اون كيلن اون كيلن من عبادك اضمداد الله يو نصيبا قيبان كيلن ايا قيب تاسو مفروضا لغوي قيب غان او ان قوندايستاي ايان اضمداد كلا بخيا ولا اضلنهم والله بان كدارت لا أضلنهم وأنلمني ولا أمنينهم والله بانكو دارتي لا أمنينهم وإيدي ديلا قلن
oo nolol dheer iyo adduunyo badan iyo inaanay xisaabi ka dambeyn iyo aakhira inaanay dhowayn waxaasan ku logoyn wa amaani iyo diidilooyin adduunyo wala amurannahum wallahi baan ku dhaartay la amurannahum waan amri macnaha inay xoolahooda jarjaraan oo googooyaan baan amri oo dabadeed falayubatikunna waxay googoyn oy jarjari aadaanal ancaami nimcoolayda dhagooyinkoodii dhagahoodii macnaha xoolihay dhaqanayeen ee geel iyo lo iyo adhiba lahayd ayaa dhagahoodii ay jarjari doonaan wala aamurannahum wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi la aamurannahum waan amri inay abuurka alla bedelaan oo dabeed falayugayirunna way bedeli doonaan oo way bedeli doonaan khalq allaah ilaahay abuurkiisana way dhalan rogi doonaan oo waa bedeli doonaan allah waxa uu yidhi waman yatakhid ashaytaan shaydaan markaa waa dhaarto wacad buu maray inaanu teelo u dhiganayn ilma nebi aadam siduu u lugoyn lahaa iyo u lumin lahaa allahna wuxuu ku ballan qaaday isaga iyo cidda raacdaba dee jahannamo inuu hanti iyo hoy uga dhigayo allah waxa uu yidhi waman yatakhid ashaytaana waman axad ka yatakhid ka yeesha ashaytaana shaydaanka ruuxa ka dhigta waliya saaxiib iyo sokeeye min duuni illaah ilaahay sokadii saaxiib ruuxa shaydaan ka dhigta faqad khasira xaqiiqa ahaan buu u khasaaray kaasi khusraanan khasaare khasaarahaasoo mubiinan cad oon shaki iyo midmadow lahay allah waxa uu yidhi yaciduhum shaydaan waa u yaboohayaa oo ballanqaad buu u samaynayaa waxaanaan idin siin iyo halkana idin gaadhi ballanqaad beena wayumanniihim waanu yididiilo gelinayaa yididiilooyin been ah wamaa yaciduhum ashaytaan shaydaanku uma yaboohayo dadka uma ballanqaadayo ilaa guruura lugooyo iyo dagis u dagaya mooyaane ama ilaa wacdan guruura yacnii ballanqaad dagisuu ku dagaya mooye wax kale u ballanqaadi maayo allah waxa uu yidhi ulaa'ik kuwaa lasoo sheegay shayaadiinta raacay ma'waahum hoygoodu jahannamu jahannama weeyaan oo walaa yajiduuna heli maayaan maxiisan ay mahrabaa meel ay uga cararaan canhaa jahannama jahannama meel ay uga cararaan iyo meel ay u ciirsadaan toona heli maayaan hadihi alaayaat waxaa ku sugan mawaadiic muhiim ah waxa ugu horeeya nafyu alkhayriyati can kathiirin min annajwa ilaa maa wujida fiihi hadihi alumuur almacruufa wa tartiibu alajri cala alniyati alkhaalisa aayadda hore waxaa ku sugan in khayrka loo diiday in fara badan oo shirarka iyo faqa dadka ah shirarka ay dadku isugu imanayaan iyo faqa hoose ay gelayaan in badan oo ka mid ah khayrka waa loo diiday ilaa kuwa tilmaamahan laga helay mooyaane ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas ku sadaqa laysku amrayo ama wanaag laysku farayo ama dad dhexdooda wax ka dhaceen lagu heshiisiinayo mooyaane waxaa kaloo aayaddaa ku sugan wa tartiibu alajri cala alniyati alkhaalisa in abaalkiiyo ajarka laga tartiibiyo uu ka dhalanayo niyo wanaagga niyada khaaliska ee alla u barax tiran oo macnuhu waxa uu yahay alamru bisadaqa walamru bilmacruuf walislaaxu bayna annaas waa khayr iyo wanaag in la sameeyo laakiin wanaaggaas waxaa ajar laga helayaa marka ilaahay dartii loo sameeyo waayo alla waxa uu ku xidhay waman yafcal dalika ibtigaa mardaati illaah fasawfa nuutiihi ajran cadiima marka wanaagoo wanaag ma sameeyuun ma aha ee wanaagga aad samaysid yaad u samaysay maya arkay maqlay ma adduunye ku hel lima facalta fasawfa nuutiihi ajran cadiiman ajarku wuxuu ka dhashay ibtigaa mardaati illaah marka camalka laba arrin baa lagama maarmaan u ah kow horta inuu macruuf yahay waa mutaabacadii oo waxaanad samaynaysaa waa inuu noqdo
waxaad kaga dayanaysaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam oo hadduu bidca ama munkar yahay laga aqbali maayo waa shardiga koobaad inuu mutaabacadii sharciga waafaqsan yahay shardiga labaad waa al-ikhlaas oo amalku ha noqdo amal saalix oo wanaagsan laakiin alla dartii haddaanad u samayn ajar ka heli maysid ha ku daali waxaad noqonaysaa caamilatu naasiba marka kolley haddaad tabcayso daalayso dee niyadaada hagaaji si aad ajar u hesho oo alla darti u samee waxaa kaloo aayaadkan ku sugan wujuubu liltizaami bimadhabi ahli sunnati waaljamaaca wa xurmatu alkhuruuji can madhabi salafi saalix waajibnimada in la laasimo madhabka ahlu sunna waaljamaaca yacnii sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam isaga in la laasimo oo lagu kulmo oo lagu midoobo iyo xaaraannimada ay xaaraan tahay in laga baxo madhabka salafka halkee laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa waman yushaaqiqi rasuula min bacdi maa tabayana lahu lhudaa wayattabic gayra sabiili lmu'miniin nuwallihi maa tawallaa wanuslihi jahannam wasaa'at masiira aayaddaas ilaahay waxa uu ku sheegay laba arrimood mukhaalafatu rasuul wa mutaabacatu gayri sabiili lmu'miniin rasuulka in la khilaafo iyo waddadii mu'miniinta mid aan ahayn in la maro oo mu'miniinta waddadooda laga baydho waxaa daba isweydiin leh rasuulka in la khilaafo keligeed ayaa kuugu filan goodiga iyo waciidka oo ruuxu wuxuu naar ku mudan karaa inuu rasuulka khilaafo uu keliya maa lagu daayo waman yushaaqiqi rasuula min bacdi maa tabayana lahu lhudaa maxaa loo daba dhigay wayattabic gayra sabiili lmu'miniin oo waddadii mu'miniintana ka baydha halkaa waxaa laga fahmayaa in raacitaanka rasuulka la raacayo sala allahu calayhi wasalam inaanay suuroobayn iyo sunnada in lagu sugnaado kitaabka la qaato ilaa min khilaali sabiili lmu'miniin waddaday mu'miniintii hore u mareen in loo maro mooyaane waddo kale inaanay furayn oo ay xidhan tahay mu'miniintan laynagu addoonsaday inaynu waddadooda raacno haddaynu ka baydhno aynu ku naargelanno waa ayo mu'miniinta aayaddan lagu sheegay waxaa looga jeedaa kuwa lagu xusay fii suurati tawba ee alla uu yidhi wasaabiquuna alawaluun min almuhaajiriina waalansaar waaladiina ittabacuuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu canhu waacadda lahum jannaatin tajrii taxtaha alanhaar khaalidiina fiiha abada dalika alfawzu alcadiim allah waxa uu yihi subxaanah wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar kuwii iimaanka iyo islaamnimada ugu soo horreeyey u soo hormaray ee muhaajiriinta iyo ansaarta ahaa waa saxaabadii waaladiina ittabacuuhum biixsaan iyo kuwii kuwaa wanaagga ku raacay taabiciinta iyo atbaacu taabiciin radia allahu canhum waraduu canhu kuwaas ilaahay raalli buu ka noqday iyona raalli bay ka noqdeen waacadda lahum jannaatin tajrii taxtaha alanhaar waxaana allah u diyaar gareeyey jannooyin hoostooda ay webiyaal qulqulayaan khaalidiina fiiha abadaa weligood iyagoo ku waaraya jannooyinkaas dalika alfawzu alcadiim allah waxa uu yidhi kaasi waa liibaantii weynayd hadihi alaaya waxaa lagu xusay wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaari waaladiina ittabacuuhum biixsaan mu'miniintii hore ee rabbi iyo rasuulkiisuba ay raalli ka noqdeen ayaa aayaddaa lagu xusay oy ugu horreeyaan saxaabatu rasuulillaahi ridwaanullaahi calayhim min almuhaajiriina waalansaar iyo kuwii kuwaa wanaagga ku raacay haddaba mu'miniinta laynagu addoonsaday dariiqooda inaynu qaadno waa kuwaas waa kuwaa ilaahay raalli ka noqday rasuulkiisuna uu raalli ka noqday sala allahu calayhi wasalam waa kuwuu nebigu ku tilmaamay khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum yacnii dadka waxa ugu khayr badan baa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam qarnigaygan waa waqtigii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa kadib kuwa ku sii xiga kadib kuwa ku sii xiga saddexdaa qarni ee allah iyo rasuulkiisuba ay khayrkiiyo wanaagga uga markhaati kaceen
weeyaan muuminiinta laynagu adoonsaday dariiqooda inaynu qaadno. Waxaana halkaa laga qaadanayaa alkitaabu wasunna, in kitaabka alla la qaato oo sunnaha nebiga sallallahu calayhi wasalam lagu sugnaado oo dariiqii rasuulka la raaco, waxa shardi u ah fahmu salaf. Dadkii wanaagsanaa ee hore ee saxaabadii ugu horreeyeen ee hormoodka u ahaayeen, siday u raaceen, ay u fahmeen, ay diintan u qaateen in loo qaato. Waayo dee iyaga dabadood ayaa khilaafaadka iyo fitankan faraha badan leh ay dhaceen. Diinta xaqaana maanta laguma qiimayn karo waxa muslimiinta dhexdooda ka dhacaya, laakiin waxaa lagu qiimaysan karaa marka dib loogu noqdo nebi maxamed iyo saxaabadiisu waxay ku sugnaayeen. Ilaan maanta wax walba uu dhacay oo balaayaa dhacday oo fitan baa farabatay. Marka haddaad waxa maanta jooga wax ku qiimaysato, dee waad lumasaa. Laakiin waxa lagu qiimaynayaa ma ana calayhi wa asxaabi. Rasuulkuna sallallahu calayhi wasallam markii la weydiiyey alfiqa naajiya, rasuulku markuu tilmaamay ummaddiisu inay u kala kici doonto 73 qaybood oo kulluha finnaari ilaa waaxida, la weydiiye rasuulkii allow waa ayo, waxa uu yidhi ma ana calayhi wa asxaabi, riwaayana wahiy aljamaaca. Ma ana calayhi wa asxaabi nebigu wuxuu ku caddeeyey cidda badbaadisa alfirqatu naajiya, waa cidda ku sugan baa nebigu yidhi sallallahu calayhi wasallam, aniga iyo asxaabtaydu maanta waxaanu ku sugannahay oo kale cidda ku sugnaata ayaa badbaadaysa. Waxa markaa lagaaga baahan maanta in miisaanka aad wax ku cabiraysaa uu noqdo nebi maxamed iyo asxaabtiisi maxay ku sugnaayeen, ma ana calayhi wa asxaabi. Midda kale waxaa laga qaadanayaa ma ana calayhi wa asxaabi fahmu saxaaba, inuu waajib yahay, waayo nebigu kuma dayn ma ana calayhi, anugu waxaan ku suganahay, laakiin waxa uu raaciyey wa asxaabi, aniga iyo asxaabtayda. Waxaa halkaa laga qaadanayaa dee fahamka saxaabadu siday diinta u qaateen ay rasuulka u raaceen inuu waajib yahay oon la-aantii la liibaanayn. Sidoo kale rasuulku sallallahu calayhi wasallam xadiidka Icraad ibn Saariya waxa uu yidhi calaykum bisunnati wa sunnati alkhulafaa'i ar-raashidiin, waxaad laasimtaan sunnadayda dariiqayga laasima iyo khulafaa'u raashidiinta wadadooda. Yacni rasuulku muxuu ugu dayn waayey bisunnati, waa si laynoo dareensiiyo fahamka iyo dariiqa saxaabadu inuu mar walba lagama maarmaan yihi oon laga tegi karayn. Sidaa darteed ayaa ibnulqayim wuxuu lahaa calayhi raxmatullah, alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu qaala saxaabatu hum ulu lcirfaani, kuma dayn qaala allahu qaala rasuuluhu, wuxuu raaciyey qaala saxaaba. Cilmigu waa wuxuu allaah yidhi iyo wuxuu rasuulkiisu yidhi sallallahu calayhi wasallam, iyo saxaabadu waxay yidhaahdeen kuwii nebiga sallallahu calayhi wasallam la saaxiibee, la socdee, la rafiiqay ee goobjooga ahaa waxyigaa munasalkee daraygii marka uu soo degayey isagoo cusub. Idan halkaa waxay nooga soo baxaysaa alkitaabu wasunnatu calaa fahmi salafi saalix, saddexdaa tiir ma kala hadhi karaan. Haddaad ku dayso kitaabka iyo sunnada oo keliya, nin walba wuu sheeganayaa, oo alkitaabu cid diidaysaa dee ma jirto, assunna cid diidaysaa ma jirto. Laakiin waxaa lagu kala tegay calaa fahmi salafi saalix, kitaabka waad sheeganaysaa, sunnadana waad sheeganaysaa, laakiin sideed u qaadatay, sideed u fahamtay yaad kaga dayanaysaa. Maanta waxa mashaakil caalamka ka dhacaya waxaa asal u ah waxaa laga tegay calaa fahmi salafi saalix. Haddii loola noqon lahaa saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin iyo quruuntii fadliga badnayd, waxa maanta dhacaya ma dhaceen. Yacni qur-aanka qofka akhriyaya isagoo qofkii muslimka ahay muwaxidka ahaa ee laa ilaaha ila allahu lahaa, haddana sidii neefadhiya gowracaya aayad qur-aan u akhriyaya, laakiin aayadda qur-aanka umuu fahmin siday saxaabadu u fahmeen, hawadiisa ayuu ku fasiro uu ku fahmay. Idan waa waajib in fahamka salafka lagu sugnaadoon dhinacna looga baydhin. Salaf markaynu leenahayna qofku waa inuu fahmo as-salafu saalix waa maxay, waa saxaabadii rasuulka iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciin, waa saddexdii qarniya dadka ugu fadliga badnaaye, makhluuqaadka ugu mudnaa ee adduunka soo maray ayaa looga jeedaa dadkii wanaagsanaaye hore. Qofka kuwaa raaca salafi haddaad maqashana, dee waa qofka kuwaa raaca,
سلفي هو صحاب الراعي أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي إن أتراعدو معيب كجرتي عنان تينات كجر إن أتقضى يا طوط كوا وددو دك راعدو أي سلفي معنيه دو تاي سلف نوا أبو بكر يا عمر يا عثمان يا رجع رجعها إذن خلاصة دو حاي تاي قف كمؤمن كدون يمان تينو بدبادو وإنو النقض قف كصعدة منهج كي سلفك وصحابتي يكو وناجا كراعي حديكو الله جمار ما يلا مر راعيين ويتبع غير سبيل المؤمنين وحندو جاتا تذكر قاركود وحلا جي أبا منهج كي مذهب كي سلف كي صحابضة إنه هبل يفلان يعلان ي كده حركوا النعه وين تكده داشو عدة اللي جوبي يدي يا أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي وأصحابتي يتابعين يتبع التابعين ما هبل يهبل كفيل عد قارك ورن ما يدبده قبصه لكن واحد كلها يا هاي أبو بكر دبده قبصه يا عمر يا عثمان يا علي كواس ميا نظر لك هاي شيخ الألباني أي أنه وحاو كويد بالكبر ندان كويدا يعني وحاو آدو فهم وايه مذهب كالسلفي قام رأو كويد كبر ندان كويدا هدو وحانا الروح مسلم وكتاب كأي سنة كالصعدة وصدي ددك واناك سنايا هرأي أصحابتي إيا تابعين تي أتباع تابعين سيدو دي وقود ديانا إياه أيان أهي هدان كويدا كبر سيدو والله وهذا الواناك سن محا كفي عن إنا ترى هدو وحانا هاي مسلم وذاتنا ترى كتاب كي السنة كالصعدة هاي oo haddana raaciso kitaabkiisa sunnada waxaan ugu socdaa sidii saxaabada oo hadal fiican oo macaan buu yiri hadaba wuxuu yiri hadalka dheer ee istaba taxan un baan kugu soo gaabiyay salafi oo kalmadan salafiya oo nisba waa luqad carabiga ya oo nisbada waxa la galiya qofku halka uu nisba sheeganayo ku abtirsanayo yaadii xana saawad ku soo hiranaysa yaani ana salafi waa salaf raaci dadkii wanaagsanaa ku dayday ayaa looga jeeda لما حكف عن إن دتك وناك سناك ضيعت ودريق وذاعت قادت شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله مجموع الفتاوى مجلد كأفراد صفحة بقول يسقال يا فرت وحكلي لا عيب على من أثر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا وحرعابي عن أن مصار روح موجستا مذهب كي سلفك طريق ضدك وريو ناك سنة نينك موتية وحلقوا عايو لقوا عنان ثم السمين روح أونس بشيك تكوا إينا أنو سلف راعان هايو أنا سلفي وحو شيخ الإسلام يري بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق اسكرناف إن لقوا قبصده وحبوا واجب إن لقوا أقبلوا ولو قرابوا فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا واي مذهب كي سلف كوا صحابه يكوي وناغا كراعي حق مويه وح كلا ما حنبارو وحولي مناهجتا كلا كسو هدي حق يا بادل بو كجرا لكن منهج كصحابه حق مويه بادل بما غيو دي ادو هيست منهج حق محض يو برحترن مناهج كلو لبد با اسكو درستي مخاد او دورسن صحابه كو اكو ايغا كوغو فيلان يعني احزاب كلا يا اورور كلا يا افكار كلا يا ارا كلا ووحو مدك لقيبيه لكن أم الدور دمي هذه قادن لهيد الكتاب وصلنا على فهم السلف كتابك هي صنة هي طريق الصحابة انت ساكو في الآن لهيد أدونك ودنوك وعقاقلها آخرة ودنوك إسلاحي لهيد مركا وحلق قادن يا آيات داس إني واجب تهي إن رسولك الله راع عصد المؤمنين تهورا وراعين وصحابة أي وقوه الرئيسه وحكوا آيات كان كتيرة خطر الشرك والشيطان خطر الشرك والشيطان وأن جميع الذنوب تحت المشيئة ما دون الإشراك بالله آيات كان واحد قصة خطرت شركك يا إلهي إن لو شريك يا لو عدك للو داتيو يا شيطانك خطرت أوليها يا قصة إيو ذنوب تأوردم إن يتاهي تحت المشيئة أو إلهي هدو دوننا وكادا في هدو دوننا وأنو كادا فين إلا شرك مويانو يسجع أن لا دافين هدي لا قدر إنتو ويا الله وحوري إن الله يغفر الذنوب جميعا لا بد عيدنا اسم خلاف سنة إن الله لا يغفر أن يشرك به يا إن الله يغفر الذنوب جميعا إلهي دنبيه دورنا وادافا يا إلهي شرك كم دافو اسم خلاف يعني ويسوا فقسيه وحيسكوا فقسيه إن الله يغفر الذنوب جميعا مركل النول هي توبة أي فرنتها دم بعورنا إلهي وعافا
gaalnimo iyo shirki baa ugu weyno ilaahay waa ka dhaafaya dad ka toobad keento qul lil ladina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salaf laakin waxa looga jeeda inna allaha la yaghfiru an yushraka bi hadu ku dhinto ma dhaafaya ilaahay oo dambi walba ilaahay waxa la arkaa inuu dhaafo hadii lagu dhinto gaalnimo mooyaan iyada alla ma dhaafo oo ruuxa ku dhinta naar buu ku waraya ciyaadan billaah waxa kale oo aayadkan ku sugan waxa ku sugan cabadatu ghayri illahi min al-asnami wa ghayriha hum fi al-haqiqati cabadatu shaytan li'annahu al-amiru bidhalik kuwa caabuda ilaahay cidaan ahayn asnaamta iyo wixii la halmaala xaqiiq ahaan waa shaydaan caabudo shaydaan un bay caabudayaan waayo dee cidda cibaadadan iyo shirkigan amartay waa shaydaan marka ilaahay maxaa uu yidhi وإن يدعون إلا شيطانا مريدا إسغا أمري إن أسلمت عابدان أو حقيقة هاني إسغا عابدان أو أدومويه وعباد الشيطان وحكى لو كسغن آيات كان من مظاهر طاعة الشيطان ظهور المعاصي من تغيير خلق الله وقطع آذان الأنعام ونحوها وحكى مدأ مقالدا موتينيا طاعة الشيطان كان لا أدعي وحكى مدأ macaasida soo ifbaxaysay soo daahirtay sida abuurka alle in la bedelo xoolaha dhagaha la jarjaro iyo wixii la mid ah oo waxyaabaha shaydaan lagu adeecay waxa ka mid ah ilaahayna lagu caasiyay taqyiru khalqillaah abuurka alle in la dooriyo la bedelo oo ruuxu muuqaalkii alla u abuuray inuu bedelo sida dadkan waxa weeyaan dee midabkoodii iyo muuqaalkoodiiba kiimika inta isticmaalaan midabkoodiiba bedelaya dumarka u badan oo maanta dumar fara badan ilaa mar raxim Allah midabku Allah u abuuray intay ka tageen ayaa ku kalena may gaadhin naftoodii ay dhibeen oo ay dhibaateeyeen wa taghyiru khalqillaah shaydaan baana amraya waxa kamid ah waxyaabahan inta jirka la tumo waxa weeyaan lagu sameeyo ee washmiga inta la dalooliyo markuu dhig ka soo yaaco wax lagu shubo oo midab kale u yeelanayo waxa kamid ah tafliiju al-asnaan ilkaha in la qorqoro oo la kala fogfogeeyo oo tafliij wax la yiraahdo la sameeyo waxyaabahaas dumarku yacni timahoodii timo aan ahayn si ay dadka ugu dagaan inay ku xidhiidhiyaan waxaas oo dhammi waa doorin iyo bedelaad khiyaamo iyo khudca ay ku jirto waxa kale oo kamid ah waxyaabaha shaydaan lagu adeecay qatcu aadaan ilancaam xoolaha dhagahoodii oo la jarjarayo loogama jeedo dhaga jaridan sumaddii xoolaha oo xoolaha in la sumadeeyo oo calaamad ay ku kala soocmaan xooluhu lagu sameeyo iyadoo neefkii aan la cadaabayn oo la dhibayn sumad yar in lagu sameeyo dhibaato ma leh laakiin falayubatikunna aadaan al-an'aam waxa looga jeedaa oo ay sameyn jireen xoolahooda asnaamta ayay u calaamadin jireen oo dhagaha iyo wax lamid ah intay ka googooyaan ayaa nafka iyo nafta yaani waxa weeyaan neefka xoolaha ah iyagoo sanamka ku weyneynayo ku tacdiiminaya ayay oran jireen waxa weeyaan sanam baa loo calaamadiyay markaasaan waxa weeyaan hilibkiisa la cunayn oo caanihiisa la cabayn oo la fuulayn oo lagu intifaacayn marka waa nooc waxa weeyaan ay sameyn jireen jahiliyadii hore oo asnaamta ay ku caabudi jireen marka ta shaydaanku amrayo ee falayubatikunna aadaalan an'aam taasa looga jeeda waa xoolihii ay asnaamta intay dhagaha ka googooyaan oran jireen asnaamta ayaa loo calaamadiyay dabeed ciduuma dhawaan jirin laakiin sumadan xoolaha ee la calaamadiyo wax dhibaato ama leh haddaan neefka lagu dhibaateynayn oo aan deejirkiisii la googoynayn aayadkan waxa kaloo ku sugan silaaxu shaytaani fi idlaali al-insaan al-wucuudu al-kaadiba wal-amaani al-baatila hubka shaydaanu adeegsado insaanka lumintiisa waxa ugu weyn ballanta beenta ah iyo yididiilada beenta ah يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا مركا يعني waxa weeyaan waa balan been iyo dhidiloyin been ah wana waxyaabaha shaydaan insaanka uu ku haleeyo ku lumiyo shaydaan waxa uu ku dhaartay ilma nabi aadam inuu qayb yani uu qoondaysto ka goosanayo hadalkaan mal uu ku yiri ماليه سينو ورموبي لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وملايه ماليه سينو ورموبي وإلهي باكو ورمو يري
ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين إبليس وكرمي يمليه سيو كما ليستي إنو قون ديستي قيب كمدا إلما النبي آدم وقوستي وانا راعين إن يروا مؤمنين تي كمدا موي إنت بدن براعضي مركا مليه سيو وكرمو بي إلما النبي آدم إن يدعون من دونه إلا إناثا وحا جلالين كوليه جلال الدين السيوطي إلا إناثا إلا أصناما مؤنثة كاللات والعزى ومناتا يعني ما عابديان إلا أصنام ددق مويان وددق أه سيد اللاتي عزي مناتا ووضا مؤنثة ماركسة وأسماء مؤنثة اللاتا وإسم ددق العزى مناتا معناها مقعانتا ددق إيه أصنام تؤيليهين أي عابديان وحكا لو لقفة سر إلا أمواتا إلا إناثاً أي أمواتاً واحدين تيمويه وحكا لعابودي مايان ووحل يدو وحلوغم مثالي يعني إناثاً أما ددق أموات وحلوغم مثالي وبجامع عدم النفع واحتر لآنت وصيد الدمر كباعي دي الدعيف ويهين أما ددق واحتر بدن آني أولا هاين با أمواتنا يعني آني واحتر أولا هاين وصيد أسلوغو شبهي أوه وحلوغة شدا إلا إناثاً أي إلا أمواتاً واحدين تيمويه وحكا لمعابوديان يدعون دعما وحلقوا معنينا يدعو والنوع كم دعا وعد عبادة انتي كلنا واسوق ليسا اما وحلقوا معنينا ياسيدا ينو مرأي او معنها كعام صنو عبادة ودعادنا اي كم تاهي وهي دعاد والنوع عن وعد عبادة كم دعا عبادة دي اوردان ماها مركا وعك او ليسا عبادة عام كاين لقوا معنينا دعادنا اي سوهس كليسا اي بريدي الله حول الله خيرا خيركم السقنا في كثير إن بدن أو من نجواهم فقود كمدأه إلا من أي إلا نجوا من مدفقي سموياني ووحين نريس فق الله قصور ريبو وحد وسو قدرتها مضاف نجواه والنجواه أي النجواه اللي قصور ريبية إلا إن من أو قف معينة عين معنى اللي قصور ريبي كرو وحك لو تفسير كلاء نجوها بإن لغو فسره بمعنى المتناجين كوي فقه اللفتو ده مركاوا صورة قل إن من تلغى صور ريبو هدين نجوها متناجين تلفتو ده لغو فسره كوي فقه الله يراه ده لا خير في كثير من نجواهم أي المتناجين إن بدن أو كوا فقه كم ده خير كمسقنا إلا من مدمو يعني مركا كي فقه آيات كي فقه كصور ريبت لكن وحكا أوليسا سيدة جلال الدين السيوطنا ومرأيو إن لبدا النجوى سوك على ريبتو على حذف مضاف آت كردكتو أو آت راهدو لا خير خيركم سقنا في كثير إن فربضا دحديدكم سقنا خير إن تابضا أو من نجواهم فقود كمد إن بضن أو فقود كمد خير ملح إلا من أي إلا نجوى من مدفقي سموياني كاسم با خير له كاسو أمر أمري بصدقة صدقتك أمري أو معروف أما معروف يوناك دادك فري أو إصلاح أما هقاك دادك دحدود اللي هشيسي أمري بين الناس دادك دحدود أو دادك دحدود وحد عي دي هشيسين أيو هقاك نية ومن يفعل روح سمية ذلك مذكور كالا سوشيغي وأرمها متكمد روح سمية ابتغاء مرضات الله رالي أنشاه إلهي الدلبط والدلب يدرتيدنا وسمية فسوف نوتيه وحنصين دون أجرا أبال كاسو عظيما وين ومن يشاقق ومن أحد كي يشاقق خلاف الرسول رسولك خلافه من بعد ما تبين انتو أعدادي دبدي له يسقى الهدى هنونك روح الرسولك خلافه هنونك انتو أعدادي دبدي أو ويتبع راعة غير سبيل المؤمنين المؤمنين توددوا دي مدعان هين الراعة أو وددي صحابة يكوي وناقا كراعي كبير منهج كي سلفك نوليه كاوحا أقولي لنا أو نديننا ما تولى وحيسو كولي أشياء الدورتي أي نديننا ونسله جهنم مركا ووعيد الدنيا وعيد آخر اللبضيبة
أدويتنا وحضورتنا وديننا آخرنا ونعذاب النووي أو نسله وحانو قليننا جهنم جهنم أيانو قليننا وصاءت ويحماتي هي جهنمي مصيرا أي مرجعا ومآبا ما لون نقضه جهنم أيانو قحمان شبضا عياذا بالله. الله وحوري إن الله ألي لا يغفر مضاف أن يشرك به وعند الموت على الشرك هدي لنولي هي وضافيا وهدي لقود انتو. إن الله ألي لا يغفر مضاف أن يشرك إن لو شريك يلبيه ألي فعل كان مضارع أنت مستري يدي كترتا وحي كان سنسا مستري انت مستر كشي شم عنه وحنقون يا أي إشراكا به وحنا نقول إسان نكرة في سياق النفي تفيد العموم أو أي شرك لو سمي ألا مضافه. إن الله ألي لا يغفر مضاف أن يشرك به أي إشراكا به وشريك يلد عدك للوداتي إلهي مضافه هذه اللي قد انتو ويغفر وضاف ما دون ذلك شرك وحي كسوكينا ألا وضافه أو لمن يشاء عد وضونه أي وضافه ومن يشرك أحد كو شريك يلي بالله الله فقد ظل الله إليه كاسوال مي ضلالا بادي داسو بعيدا فوق إن يدعون أي ما يدعون مبريان أما معابديان من دونه إله سكدي معابديان إلا إناثا ددق موي وحك لما معابديان أي أصناما مؤنثة أصنام ددق موي وحك لما إله سكدي معابديان أو وادي سيدي اللاتي عزئي مناطئي وودا ددك وإن يدعون أي ما يدعون معابديان إلا شيطانا شيطان موي وحك لما عابديان شيطان كاسو مريدا مدح أدق محا شيطان كاللوحصي وايه إساقا بأصله سنم إني عابدان كأمري وايه إساقا مركا حقيقاهان وحي دونان هسو مراني كي حقيقاهان عابديان وايه شيطان كأمري شركيكا. الله وحول لعنه الله شيطان كإلهي وان نعضلي او نحريستي سوا كديريي وقال وحول شيطان لأتخذن والله بان كدارتي لأتخذن وحن كييلن او انكسميسا من عبادك الضومة دادا الله يو وحن كييلن حقودا نصيبا قيبا انكسميسا قيب تاسو مفروضا لقويي ولا أضلنهم والله بان كدارتي لا أضلنهم وان لمن ولا أمنينهم والله بان كدارتي لا أمنينهم وان يدي لجلين ولا آمرنهم والله بان كدارتي لا آمرنهم وان أمري أو فلا يبتكن وأمر كيس أيفلين يان أو فلا يبتكن دبيد وحي قوقين دونان آذان الأنعام حولها الدقهو دي چرچري أمر كيغاني كو قوقين ولا آمرنهم والله بانكو دارتي لآمرنهم وان أمري أو فلا يغيرن دبيد وحي بدلي دونان أو أمر كيغا أي كو بدلي دونان خلق الله إلهي أبوركي سايا أي بدلي دونان مركا روح مؤمنكي سيدو الله أبوري ترالي وأنو كنغضو كل خلق الله حسن فتبارك الله أحسن الخالقين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أبورك ألف والحباب ملي. الله حولي ومن يتخذ روح كيش الشيطان الشيطان كوليا صاحب يسوكي من دون الله إلهي سكدي صاحب كدكت الشيطان فقد خسر كاسوا خساري خسرانا خسارا مبينا عد يعدهم شيطان كوا ويبوها يا بلنقات بينه وسمينا يا ويمنيهم ونويد الديل قلنا يا كناد قاري أو كناد هلي أو أدون كاقا أشق يسو آخر كومة دوئي يدي ديل بينا أيكم دالنا يا وما يعدهم الشيطان شيطان أميبوها يا أمبلنقات يا إلا غرورا دقس إيه كده وكدين إيه موياني أما إلا وعدا غرورا يعني بلن دقس وكد دقايو كل قوين إيه موياني وحكرا أبلن قادم مايو وبلن قاد وكد دقايو ألقو يؤونه
الله وحوله أولئك كواس شيطان كراعي مأواهم هو يقود جهنم جهنم وي ولا يجدون هل مايان محيصا ما لا يقعرر عنها جهنم هل مايان الله وحوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كوا آمنوا رمي ربي رسولك سيئ وحل قواتب يمان كود أوردن أو عملوا الصالحات وعملوا سمي الأعمال أعماش سمي الصالحات إيواناك سناء والصالحات هذه تير واصف موصوف كيد محذوف هو الأعمال الصالحات أعماش وناك سنكو سمي سندخلهم وحن كوا قلين دونا جنات جنو ينبانو قلين دونا جنوين كاسو تجري أي قلقليان من تحتها هو السيدة الأنهار وبيال أي قلقليان خالدين حال أي كواريان فيها جنوين كاد حدودة أبدا ولقود أي كواريان وعد الله أي وعدهم الله ذلك كاسا إلهي أيبوهي وعدا يبوه حقا أي وحقه الله إلهي كاوادبيي حقا دبين جلال الدين السيوطي وحو قدر وعد الله حقا وعدهم الله ذلك وحقه حقا ووعد الله ده فعل سو قدر كو عمل فلا ينصبن ايا حقا تنفعل كلو سو قدر مركا معنو وحو نقون ايا وعدهم الله ذلك وعدا كاسا الهي ايبو هيبو ايا بلنقاد وجنداس حقا اي وحقه حقا وأنا النبي أرنك إلى هاي الدبين أو وأحقيتي أو أرميوي الحمد لله الذي صدقنا وعده وكورني أهل جنة الله وحوري ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق أويا كر شيك بدن من الله أليا كر بدن قيلا حق أراهضة لا أحد عد كر بدن مجرته ووحل إلى هذا استفهام سوى إنكاري وبمعنى النفي وحي لم تهي لا أحد أصدق من الله قيلا روح إلهي كرنبضني مجره أي لم عنتهي ومن أصدق من الله قيلا الله وحوري ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ليس بأمانيكم أي ليس الأمر منوطا بأمانيكم سيد جلالينك قدر يوحت الأهداء ليس الأمر منوطا بأمانيكم أرنكم مدل وحري معها يدديلوين كين يسيد دونيسان أرنكم أحدنا ولا أماني أهل الكتاب كوا أهل الكتاب كأي يهودي النصارنا يدديلوين كود أرنكم أحدنا من يعمل وهدام حوك حدي هاي واكن صوصع أرنكم حوك حدي إيماني عمل وألا وحاولي من يعمل روح سمية سوءا حمان يجزاء والله أبال مرم به حمانتي ولا يجده لما يله أي لنفسه وعلى حذف مضافه نفتي سوه لما يو من دون الله ألا سكدي وليا قرقاريا ولا نصيرا مده ليطونا ومن يعمل روح سمية من الصالحات شيئا أسو قدر سيد جلالينك وقدر أيو شيئا من الصالحات وح أعماش وناكسا كم دا روح سمية أعماش يعني روح سو من ذكر لبعة أو أنثى أم الددك والحالنا سمية وناكاس هو يصو مؤمن مؤمن وياي روح سي فأولئك كواسي يدخلون وقليان الجنة جنة أيها قليان ولا يظلمون الله ظلم ما يو نقيرا أي قدر نقير لفت مريد الضلول كير أي دبر كيدا كسوغا انتا إن لك لغا دوتي ما يو وحي سميين لغا ظلم ما يو ومعنى هو ناقي سميين لغا دوتي ما يو حمان آني سمينا دبر كلو ساري ما يو لو حنبار ما يو الله وحوري ومن أحسنوا ومن أحسن أويا كوناك بدن أي لا أحد أحسن واستفهام كاريو بمعنى النفي ومن أيا أحسن كوناك بدن دينا حق الدين أهان ممن روح يا كوناك بدن
روحا سو أسلم أبر احتري وجهه وجهيس لله إلهي أبر احتري والحالنا أبر احتري هو إساغو محسن مت سمافلي وناك سمين يؤيهي ياك وناك سنعدنا أو تبع الراعي ملة إبراهيم نبي إبراهيم الذي سين الراعي حنيفا حال ويهي إبراهيم متكسر لحظي باطل كأي شرك أو توحيد كأي حق أصول لحظي واتخذ الله إلهي وحو كي شيء إبراهيم إبراهيم خليلا مدو آدو تعليهي أو خالص المحبة أو صفيا خالص المحبة له سيد جلال الدين السيوطي وقدري اسمد أبر احتران أو صافي محبة سوطاي ولله الله يا إسكاله ما في السماوات سموين كوحك السغن إيا وما في الأرض أرلد وحك السغن وكان الله ألا نوحو هذه مر والبنيهي بكل شيء شيء والبا محيطا كي كوبي هذه الآيات وحك السغن مفتاح الجنة التوحيد والعمل الصالح marka hore janno waxa lagu galee lagu mutaa waxa weey waa tawxiid iyo amal wanaagsan waxa laga qaadanaya waladina aamanu wa amilu salihat iimaanku waa tawxiidki dhabta aha marka iimaanka iyo tawxiidka iyo amalka wanaagsan ayaa janno lagu heliya waxa kale oo aayadkan ku sugan sidqu wa'dillahi wa qawli بلنقاتك اللي يهد الكيس إنو الرنيهي وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا وحكى لو كسوغا ما عند الله لا ينال بالتمني والأمان الكاذبة بل بالإيمان والعمل الصالح إلهي أكتيس وحيا له يددي لبين أه إيما لأول لقو مقاري وحل لقو قارا إيماني عمل صالح والله سميه والله وحويري ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب حمان نكي سمينا ولا عذابي وناق نكي سمينا ولا جنين لكن شاكذا إيا هذلكو يدي ديلو إيا أماني إيا تمني ماءها وعلى إذا آيادني وحي كسو دكتي صدقت هذا إيا غير كيبا إيا رجحين مسلمين تي أهل الكتاب كاي صفاني مركاسي كسو دكتي ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب وحباها صفانينا إيه عبرضا إيا وحال لغو كالبحايا وعمل عمل سمايا تاسا سودكتي وايو حسن البصري سيده عليه رحمة الله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل إيمانكو وحلا يسكيد دي ليستو إلا تمنيو ولا يسكتش على يستعمل الآن معها وحلا يسكو قرحيوم مظاهر يمو قالوا كلي أنا معها لكن واح قلبي قدقا حبنهنا أي رميان أو عمل كي عبادتنا أي مرخاتك عضو ويان وحويان إيمانك وحكى له آيات كان كسوغا أحسن الناس دينا صاحب الإخلاص والمتابعة وأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام هو الإمام في ذلك إن إبراهيم كان أمة ضد وحوق الدين وناكسا قفك إخلاص يمتابع له وإخلاص كي متابعة هذا الكلام لك قاضنا يا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وحوري الناس أمرتي أسلم هذا إسكيد أطلوضو مفعول كأي نسبضو وبمعنى الإخلاص هذا لام كجدبتو أي نسب ويدنا وبمعنى الإنقياد وأسلم وجهه وأخلص أسلم له نوى إنقادة مركاتني ده بنفسها بأطلوضو وبمعنى الإخلاص مركا ممن أسلم وجهه لله وإخلاصك وجهنا وحلوغة جيدا بمعنى القصد والنية والنية دائية قصدك الروح الله أبرح ترى عدك لأنه صرف وهو محسن إحسانك نوى المتابعة وهي وناق وحو كرشا عملك مركو وافق سيهي شريعة النبي محمد لقسودك مركا يعني الإحسان ومتابعة إذن dadka waxa ugu diin fiican qofka labada shardi koobsade kulmista waa ikhlaaska iyo mutaabacada
waa in waxa uu sameynayaana sharciyi Nabi Muhammad uu waafaqo alla dartiina uu sameeyo arintana waxa hormood ku ah Nabi Ibrahim alayhi salaam inna Ibrahim kana umma waxa lagu magacaabay Ibrahim kaliye ummadin waa ay imaama yuqtada bi hormood lagu daydo oo tawxiidka iyo diinta wanaagsan ayuu imaam ku aha millada Ibrahimna waa tawxiidullah waa tawxiidku ku taagnaa واتخذ الله إبراهيم خليلا وحي موجن إيسا مرتبة النبي إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام وحي علماء يرادين فاز بالخلة إبراهيم أبو الأنبياء ومحمد خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام درجة خلة ودرجة قارة وحي كقول ليستي نبي إبراهيم وآبه أنبياء وإلهي وكايري واتخذ الله إبراهيم خليلا وخالص المحبة waxa kale oo ku guuleystay anbiyaada ki hormoodka u ahaa makhluuq oo dhan ugu mudnaa nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam oo saxiixaynka waxa ku sugan rasuulku inuu yiri law kuntu muttakhidan khaliilan latakhadtu aba bakrin walakinna saahibakum khaliilullah waxa uu hadaan khaliil yeelanayo waxaan ka dhigan lahaa abu bakar ayaan khaliil ka dhigan lahaa laakin waxa uu saaxiibkiin naftiisu u jeedaayo waa khaliilullah wa khaliilki ilaahay oo ilaahay ayaa si gaar ah u jeclaado u gaar yeelay maxabada iyo waxa weeyaan jacaylka nabiga sallallahu alayhi wa sallam saxaabada qaar kood khaliilka ay ku magacaabeen sida abu hurayra oo kala awsaani khaliili waxay culimadu kaga jawaabeen de abu hurayra iyo rag la midka saxaabada ah iyaga rasuulka khaliil ka yeeshay ee rasuulku iyaga khaliil kama dhigan waxa laga hadlayaana waxa weeyii isagu inuu ka yeesho taasina ma dhicin oo waa kala cid hadaan khaliil ka dhiganayo Abu Bakar baan ka dhigan lahaa laakiin cidna ka dhigan maayo millata Ibrahim hanifan al-hanaf wal-mail hanafka waxa la yiraahdaa luqada carabeed waxa yaani qallooca ee janjeersan walidalika ahnaf qofka lugihiisu isku soo yar jeedaan ee wagdaha leh ama qallaafaha leh ayaa la yiraahdaa ahnaf marka xaniifan waxa looga jeedaa maailan cani shirki ila tawxiid nabi ibraahim wuxuu ahaa mid ka soo leexday shirkiga iyo baadilka oo xaq iyo tawxiidka u soo leexday marka luqada carabiga ayaa xanafka leexashada la yiraahdaa xaniifan waxa laga xaaleeyay mudaaf ilayhiga asalahaana mudaf ilayhi wax lagama xaalayn jiray ilaa xaalado gaar ah mooyaane waxaanay ka mid tahay ahwaashi ay banaanayd in mudaf ilayhi wa saahibul xaal noqdo sida halkan oo kale waayo waa kal juz'i min al mudaf mudaf ilayhi ga ibraahim waa sidii qayb oo kale u yahay mudaf ka millada ah qayb kamida ma ah laakiin waa kal juz'i waa qayb oo kale ay culimadu yiraahdeen sidaas ayaa ay u banaanaatay Ibrahim oo mudaf ilayhi in xaniifan laga xaaleeyo oo la yiraahdo xaniifan xaal u yahay Ibrahim mid ka soo leexday shirki oo tawxiid u soo leexday markuu Ilaahay cadeeyay laysa bi amaniikum wala amaniyi ahli alkitab inaana sheekadu ahayn diilada muuminiinta iyo taa ahli kitaabka midna ayaa haddana Alla waxa uu sheegay siday u kala fadli badan yihiin oo ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن معناه وحو الله تلمامي عدة فضلك بدن إنا يتهي مؤمنين تإخلاص يمتابع الله تمد وني غير كود الله سنين أي الله شاكي سيان لو مودين دين يسميه مرة دين لسويري ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب آيات الدم بوحي تلمامي ساتفضيلك أي كلم دينه لبدا قلو إيه أنا سنين الله وحويره والذين آمنوا كوا رميه وعملوا صالحات أعماش وناكسن سميه سندخلهم وحانوا قلين دورنا جنات جنوي تجري يقول قليان من تحتها وستيدا الأنهار وبيالا يقول قليان خالدين حالين كوا كواري فيها جنوي كادحدودا أبدا ولي قدبا وعد الله حقا أي وعدهم الله ذلك إلهي أرنكا وأويبوه وأبلن قاضي بلنتي سي أي الله أبلن قاضي حقا أي وحقه الله
أرنك إلهي وحقيقي وكدبيي حقا حقيقي أمر أبين وأرمي. ومن أصدق يا كرم بدن من الله إلهي يا كرم بدن قيلا حق أراهذا لا أحد عدنا كمرم بدنا ليس بأمانيكم ليس ماهان ليس ماهان بأمانيكم أي ليس الأمر منوطا بكم تقدير كي جلال الدين السيوطي سو قدروا سمعنه مناسب كوغو نقض وواحد إلى هذا ليس الأمر منوطا أرنكم متكحدا معها بأمانيكم يدي ديلوين كينا أرنتكم أحدنا وحدون تاني يدي ديلوين كينا ولا أماني أهل الكتاب أهل الكتاب كي يدي ديلوين كودنا أرنكم أحدنا أماني دنا وحلا إلى هذا إنو الروح وحسك الدونه بدون سبب إساقونو عمل فلين أون سبب تي سمين لكن روحو هدو شيغا سبب تي سمينيو عمل فلو أو هدنا ودونو كاسيو حليدا وارجو ناكسن الرجاء المحمود وإن سبب تينا للي ما دا عملك دير رحمد دينا للرجيو لكن روحو إساقون وحبا سمين هدو إسكت منيو وحنان هلي يو وحنان هلي ويدي ديلا بينا تل ديدا يانا واتاس مؤمنين تنا وحر جدود كحران تهي مع العمل الصالح والخوف من الله إيهو عمل فلا يعبصون إياه أيه رحمة الرب الرجين إياه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون لكن منافقين تهيكوا قال ضيه إيهو عمل فلا أيه هدنا وحي إسكت مني إياه نويد الديلان إياه إني وناك إليه وحصور قلنا ما هتاس وواتي يهودي النصارى إنا يراهدان وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم ويسكيد الديشانون وحدبا معها ألا وحول ليس بأمانيكم أي ليس الأمر منوطا بأمانيكم أرنكو يدديلو ينكينكم أحدنا إيا ولا أماني أهل الكتاب أهل الكتاب كي يدديلو ينكودنكم أحدنا من يعمل محوك حدن يا أرنكو وعمل كان يعبادة من يعمل روح سمي يسوء حمان يجزى والله أبا المرين يا به حمانتا ولا يجد من هلي له أي لنفسه نفتي سوه لمايو من دون الله ألا سكدي وليا قرقاري إيا ولا نصيرا مده ليطونا ومن يعمل روح سمي من الصالحات أي شيئا وح من الصالحات أعماش وناكسا كمد الروح سمي وحلويد من الصالحات أو تبعيضة واي الروح عمل صالح ودن موضة سمين كرو يوحو سمينيو أي اللغو أبال مرين أي انتو دونها اللي كادي ومن يعمل روح سمينيا من الصالحات أي شيئا من الصالحات وح أعماش وناكسا كمد الروح سمينيا روحا سو من ذكر لبعة أو أنثى أما ددي والحال نسمينيا هو يساق مؤمن مؤمن ويهي فأولئك كواسي ومن أو ألفاظ العموم هو مرنا مفرد باون نقون يوا حق اللفظي مرك الله إيجي مرنا جمع باون نقون يوا حق معناها مرك الله إيجو فأولئك كواسي يدخلون وقليان الجنة جند أي قليان ولا يظلمون لقدل من مايو نقيرا أي قدر نقير لفتي مريدا وحويان دلول كير اي دبر كيدا كويا لا انتا وحليك لظلمي مايو وحكوين هذا الكيس بداه ومن احسن يا كوناكسن دينا حق الدين اهان حق الدين تيا كوناكسن ممن روح كاسو اسلم ابر احتري وجهه وجهي سي قصد كيس با لله الله ابر احتري يا كدين وناكسن والحالنا أبرح تري هو يسوع محسن وسما فليو وناجو سمين يو متابع دينه وكل يحوي يقص جيائي أو واتبع الراعي ملة إبراهيم إبراهيم ملدي سين الراعي يا كوناكسا حنيفا حال ويهي إبراهيم متكسر لحظي شركه وتوحيد كأصل لحظي واتخذ الله إلهي وحوك يشي إبراهيم النبي إبراهيم خليلا مدو آد أجعليه خلضو
waa jacaylka badhaxa tiran ee saafiga ah waa safiyan khaalisa almaxabati lahu, mid isaga u saafiya oo maxabada u badhax tiray. Walillaah, allah ayay u sugnaatay. Walillaahi, alla waxa uu iska leeyahay oo u sugnaaday maa fi samaawaati, samooyinka oo dhan waxa dhexdooda ku sugan, iyo wamaa fi lardi, arlada dhexdeeda waxa ku sugan. Wa kaana allah, ilaahay waxa uu ahaaday yahayna bikulli shay, shay walba muxiitan kii koobay. Wayastaftuunaka fi nnisaa'i quli llaahu yuftiikum fiihinna, allah waxa uu yidhi wayastaftuunak, nebi allow, waxay ku fatwo weydiinayaan oy jawaab kaa weydiinayaan. Waa talabu lfutya ama talabu lfatwa, waa su'aal, waa nooga jawaab waxan. Wayastaftuunaka, nebi allow, waxay ku weydiinayaan oy jawaab kaaga doonayaan. Fi nnisaa, ay fii sha'ni nnisaa, haweenka arrinkooda ayay fatwo iyo jawaab kaa doonayaan oo ay kaa weydiinayaan inaad uga jawaabto. Qul, waxaad ku tidhaahdaa allaahu alle ayaa yuftiikum idinka fatwoonaya oo idinka jawaabaya. Fiihinna, ay fii sha'nihinna, haweenka arrinkooda allah idin caddaynayo oo idinka jawaabaya. Iyo wamaa, kiibaa idinka jawaabaya? Allaahuda ku cadaf, allah idin caddaynaya arrinkaas oo idinka jawaabaya. Iyo wamaa, kiibaa idinka jawaabaya oo idin caddaynaya? Kaasoo yutlaa, lagu akhrinayo, calaykum korkiinna, fil kitaabi, xaal uu ku sugan yahay kitaabka qur'aanka. Waxa kaloo idinka jawaabaya oo idin caddaynaya aayaadka laydinku akhriyayo. Wajalaaluddiin Asuyuuti waxa uu leeyahay min aayati lmawaariid, sida yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari milu xadi lunthayay, waayo sida aynu gadaal ka sheegi doonno, waxay aayaadkani ka warramayaan dumarkii iyo caruurtii iyo agoontii iyo dadkii la dulmihi jiray ee xaqooda aan la siin jirin miiraadka iyo meherka labadaba. Marka waxa idiin caddaynaya oo kale waxa laydinku dul akhriyaya kitaabka oo ah dee aayaadkii qur-aanka ee dhaxalka ka warramay iyo xuquuqda dadka iyo kuwa la midka ah. Fii yataama nnisaa'i, waxaad u soo qadartaa. Wayuftiikum aydan, waxaa kaloo alla idiin caddaynayaa ama idinka jawaabayaa. Fii yataama nnisaa, haweenkii agoonta ahaa arrinkooda iyo xaalkooda iyo xukumkooda. Oo yataama nnisaana waxaa la yidhi waa min baabi idaafati sifa ila almawsuufe, waa sifo mawsuufkeedii loo idaafeeyey. Asalku wuxuu ahaa fi nnisaa'i lyataamaa, dumarka agoonta ah arrinkoodana alla waa idiin caddaynayaa. Agoonna waxaa loogu magacaabay iyagoo haween deeqaan gaadhay oo waaweyn oo guurgala, haddana agoon waxaa loogu magacaabay bictibaari maa kunna, waxay ahaan jireen marka la eegee la milicsado. Waayo Cali bin Abi Taalib waxa uu yidhi laa yutma bacda alixtilaam, mar haddii la qaan gaadho la taabo galo agoonnima way hadhay, waa inta la yaryahay ee qabla albuluug. Markaa waxaa loogu magacaabay iyagoo qaangaadha bictibaari maa kunna, waxay ahaan jireen marka la fiiriyo. Wayuftiikum aydan fii yataama nnisaa, waxaa kaloo alla idinka jawaabayaa oo arrinkooda idin caddaynayaa haweenkii agoonta ahaa arrinkooda. Allatii, dumarka agoonta ahoo, laa tuutuunahunna, aydaan siinayn maa kutiba lahunna, wixii loo faral yeelay ay xaqa u lahaayeen. Oo watarqabuuna, aad jeceshihiin, fii an tankixuuhunna, watarqabuuna, aad jeceshihiin an tankixuuhunna, fii usoo qadar, ay fii an tankixuuhunna, inaad guursataanna aad jeceshihiin. Haddii can loo soo qadarana, watarqabuuna, aad nacaysaan bay noqonaysaa. Can an tankixuuhunna, inaad guursataan aad nacaysaan, waayo labadaa mid un bay u dhacaysaa, inay doonaan iyo inay diidaan. Marka fii iyo can ayaa kala gelaysa oo raqiba, haddii fii ay ka dambaysana waa jacayl, can hadday ka dambaysana waa nacayb. Walmustadcafiina, waxaad ku cadaftaa fii yataama nnisaa'ida oo walmustadcafiina wa fii sha'ni lmustadcafiina, waxaa kaloo alla idinka jawaabayaa kuwa la daciifsaday
arrinkoodana alla waa idiin caddaynayaa kuwaa la daciifsaday oo min alwildaani carruurtii yaryarayd ah. Wa an taquumuu waxaad u soo qadartaa, wayamurukum ilaahay wuxuu idin farayaa, an taquumuu inaad kacdaan oo u istaagtaan, lilyataama kuwii agoonta ahaa, bilqisti cadaalad arrinkooda inaad ugu kacdaan oo arrinkooda dhowrtaan oo xoolahooda ilaalisaan oo xaqooda aydaan cunin ayaa alla idin farayaa. Wamaa tafcaluu waxaad samaysaan oo min khayrin khayr ah, fa inna allaha alle kaana waxa uu ahaaday bihi khayrka, caliiman kii uu cilmi badan. Alla waxa wadhi waa in imra'atun khaafat, imra'atun waxaad ku rafcisaa ficil maxduufaho kan madkuurkee la sheegay uu fasirayo oo la mid ah, oo wa in khaafat imra'atun khaafat dheh, waa in imra'atun ay wa in khaafat hadday ka cabsooto, imra'atun haweeney, khaafat hadday ka baqato, min bacliha oo waxa weeyaan intan ayaa ficilka gelasoo isamka loo diidan yahay, ficil baa ugu qadaran meesha. Waa in imra'atun ay wa in khaafat haddii ay ka cabsooto, imra'atun haweeney, khaafat ay ka baqato, min baclihaa ninkeedii ay uga baqato, nushuusan santaag iyo kibir, inuu ka hanqaltaagayo oo meel kale uu eegayo oo iyadii uu waxa weeyaan ka hanqaltaagayo hadday ka baqato oo uu ka tegayo, aw icraadan ama jeedsi uu ka jeedsanayo oo nacayo hadday haweenaydu ninkeedii uga baqato. Falaa junaaxa dambika masaara calayhimaa labadooda korkooda, an yuslixaa inay hagaajiyaan oo ku heshiiyaan, baynahumaa dhexdooda sulxan hagaajin, dhexdoodii inay hagaajiyaan hagaajin oo ay heshiiyaan dembi kama saara. Wasulxu heshiiska inay heshiiyaan ayaana khayrun khayr badan. Wa uxdirat waxaa lagu soo xaadiriyey, al anfusu nafihi ashuxa bakhaylnimo iyo gacan adayg. Shuxiga waxaa looga jeedaa macnaha naf walba waxa ku abuuran oo dabeecadu ah waxay u aragtay inay xaq u leedahay inay ku adkaato oo ay ka tanaasuli weydo laga furfuri waayo ayaa dabeecadu ah dadka. Marka ka'annamaa shuxigu mar walba inuu xaadir nafta ku yahay, ilaa waa lagu dabeeciyo, waa ku beeran yahay. Waa in tuxsinuu haddaad hagaajisaan dhaqankii haweenka iyo cishradoodii, oo watattaquu alla aad ka baqdaan oo dulmigooda iska ilaalisaan haweenka, fa inna allaha alle kaana waxa uu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan, khabiirankii xogaalu ah, walan tastatiicuu kari maysaan, an tacdiluu inaad u cadaalad fashaan, bayna annisaa haweenka dhexdoodii inaad u cadaalad fashaan awoodi kari maysaan, walow xarastum aad kuba dadaashaane, xataa haddaad taa kuba dadaashaan kari maysaan. Ee falaa tamiiluu ha leexanina, kullal mayli leexasho dhammaanteed ha wada iilanina, oo fatadaruuhaa markaa jawaab uga dhig dalabkaa hore ee falaa tamiiluu nahiga, oo fatadaruuhaa dabadeed markaa aad ka tagtaan taad ka iilateen, kalmucallaqa xaal ay la mid tahay sidii mid meel laga soo laalaadiyoon meelna haysan oo aan lana qabin lana furin. Mucallaqa macnihiisu waxa weeye qof aan meelna ku sugnay, oo qof la qabo oo xuquuqdeedii helaysana ma aha, qof la furay oo madax bannaan oo calaf kala doonanasana ma aha, sidaaha ka dhigina. Waxa kaloo bannaan fatadaruu haada in lagu cadfo falaa tamiiluuda oo iyadana nahyi loo soo qadaro, oo falaa tamiiluu ha iilanina kullal mayli iilasho dhammaanteed, fatadaruuhaa falaa tadaruuhaa ha ka tegina markaa haweenaydii, kalmucallaqa xaal ay tahay sidii mid aan lana qabin lana furin oon meel basaaray. Wa in tuslixuu haddii aad hagaajisaan dhexdiinna oo aad heshiisaan oo watattaquu ilaahayna aad ka baqataan, fa inna allaha alle kaana waxa uu ahaaday ghafuurankii dembi dhaafis badan, raxiiman ee addoommadiisa u naxariis badan. Wa in yatafaraqaa hadday kala tagaan labadii isqabay
يغني الله إلهي وحاو ككافنيا أو كديقيا يعني كلا مدول أو لبدو دي كمدا الله وحو ككافنيا أو كغنييليا من ساعتي بلار كيس يعني أرسا قديس إيا ديقيس بلارا أيو مدول با ككافنيا أو كغنييليا أو معناها ننكينا دي وحي إذا كخير بدن با ألا كوارزاقيا كبردينا وحي ساقا كخير بدن با إلهي كوارزاقيا مدول با ميلهم با الله ومرينا ياويا معنو وهذا كوكالا تغان سوى ناكسن ودعايا خير له وكان الله الله وحو أهادي واسعا كي ديق دي سيه فضلي سوء بلاري هاي حكيما اي أنخل دمين شيء والبميشي صدقا. هذه الآيات وحكسوغان وغهرين تقرير مبدأ إرث النساء والأطفال والمحافظة على مال اليتامى وحرمة أكلها وحلسوغي مبدأ يهراني نوصو مرئها إنه حق إيه حقوق كليهين مالك إيه ميراثك إيه دحالك عرورتا يرير إيه دمرك إيه حقو دين ليلاليو إيه إيه أغون تبا وأن لعنين ويددك يهرين day inta xoog ee dagaalamaysa ayun ba xoolaha wax laga siin jiray dumarkii caruurtana banaanka la isaga saari jiray marka taas in aanay banaanayn oo xaq ay xoolaha ku leeyihiin ayaa aayadkani cadeynaya oo yastaftunaka fi an-nisaa qulillahu yuftikum wa xuquuqda ay leeyihiin ayay ku weydiinayaan ilaahayna waa ku cadeynaya way aayadkan waxay ku soo dageen jahiliyadii hore waxay ahaayeen kuwo marka haweenka laga dhinto ee ay agtooda ku soo hadaan haween agooma ah oo cid difaacataan lahayn oo iyagu ay dad ugu dhow yihiin haweenkaas hadii qurux iyo maal ay leeyihiin iyaga guursan jiray iyagoo u xilanaya xoolaha iyo quruxdaas hadii aanay qurux iyo xoolo lagu raaci lahayn agoontaas ila iyaga dad ugu xigey iyaguna may guursan jirin cid kale inay guursatana umay ogolaan jirin sidaas ay ku deyn jireen ilaa ay ka dhintaan dabeed xoolahooda ay dhaxlaan taasay markaa ku soo dagtay wayastaftunaka fi an-nisaa qulillahu yuftikum fiihin markaa waxa la cadeeyay de inaanay arintaasi banaanayn oo yacni xaqi ay lahaayeen dumarka agoonta ah may siin jirin waxaana la amrayaa inay xaqooda siiyaan ama meherka ha noqdo ama miiraadka ha noqdo oo la tu'tuunahunna ma kutiba lahunna waxay noqonaysaa wixii loo faral yeelay ee ah ama meherka ama miiraadka ee waajibka u ahaa siiya may siin jirin iyagu markaa inay xoolahana dhaxalkoodii ka qaataan meherkay xaqa u leeyihiinna siiyaan ama ay iska daayaan cid kale ha guursato aanay cadilin وترغبون أن تنكحوهن في هذه لو قدروا ودمرك أي حولها أي قروح ذا أقوح لنا يا أي تعليهن أي قرسدان أو سي أي حوله ذا أحلان حقه ذا أنا أوسين وترغبون في أن تنكحوهن بين قنيسة أن هذه لكن لا يرى هذا عم بلو قدريا ومرك أنا يقول كود الدونين ضدك كلنا يودي ديا أو ترغبون عن أن تنكحوهن فالحمد أي فالحيهن أما حول لا أنت أي أن عيسان إذن كينا قرستان ضدك كلنا أدوك دي ديسان مركا أرينت لما عيال دي دي واتاس أو ما دام الدمر كان أقول تي عدك لو كدفاع دو حقو دا أود عيساني هيسان كوا أقول دو أمبا سيدي دونا كي يلي شري تاسا مركا لو دي دي ومحرم لقا دي أو لقا من عيه waxa kale oo aayad kan ku sugan istihbab as-sulh bayna az-zawjayn sidoo kale intaynaan zawjayn ka gelin al-awlad iyagana waxa la cadeeyay de in waxa weeyaan xaq ay ku leeyihiin oo wal mustad'afina min al-wildan oo horana way noo soo martay inay de xoolahi iyo dhalkii ay xaq ku leeyihiin oo wama yutla alaykum fil kitabi وكجلالين كسو قدري آيات المواريث كي يوصيكم الله حقودي أبطكنا إني قاتان
agoontana la ilaaliyo xoolahooda oo cadaalad arrinkooda loogu kaco. Waxaa kaloo ku sugan istixbaabu sulxi bayna zawjayn cinda tacaduri albaqaa. Waxaa sunno ah labadii ruux ee isqabay inay wuxuun ku heshiiyaan oo isu tanaasulaan hadday adkaatay inay wada joogaan. وآيات هوري وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وحلوغة جيدا أهوين ايدي هدي أي استراهضو الله إليه إنك أجي وكاسي جيدا يواكو نعي ووكادل دور سنيا يعدكلو دونيا هوين ايدو تاهدي كبقضو inu ninki kasi jeedo kasantaagay oo meel kale u hanqaltaagayo cid kale u doonayo waxa u banaann inay heshiyaan oo maxay ku heshiinayaan in de tusaalahan gabadhi xuquuqda ilaahayd wax kamid ah ay uga tanaasusho oo tiraahdo ya zawji waxan kugu heshiinayaa in waxa weeyaan qismadii iyo habeenadan lahaa wax kamid ah ama dhamaantood aan u dhaafo kuwa kale laakiin aan baaqi ku ahaado inaan sawjadaada ahaado aanadi furin inay sida kula heshiiso ama isagu xaqiisa wax kamid ah uu ka tanaasulo oo uu taa kula heshiiyo inay gabadhu ninkii kula heshiiso inay ka tanaasusho xaqeedii wax kamid ah waxa daliilu ah Sawda bintu Zamca oo ooridii Nabi Maxamed ahayd sallallahu calayhi wasallam markii ay weynaatay ee ay ka baqday inuu nabigu furo rasuulka waxay ku tidhi ya rasuulallah si aan u noqdo haweenkaaga aakhiro oo aan cismadaada baaqi ugu noqdo aanan uga bixin waxa weeyaan hay furin maalintii aan lahaa aniguna waxaan siiyay kaayahaygii Aisha radiyallahu anha way waxay garanaysay nabigu sallallahu calayhi wasallam haweenkiisa Aisha ayuu ugu jeclaa markaa waxay sawda ku tidhi anigu mar hadaan waayeel noqday habeenadaydiina caashaan siiyay waxa weeyaan cismadaadana baaqi aan ku noqdo ahay furin si aan u noqdo yacni zawjadaada aakhiro ilaa haweenaydu zawjka ugu dambeeyay bay aakhiro waa taadi labadoodu waa muuminiin inay jannada galaan gabadhu ninkii ugu dambeeyay bay zawjo u noqotaa marka waxay tiri sidaa igu daah dabeed nabigu sallallahu alayhi wasallam sidii waa ka yeelay marka halka waxaa laga qaadanayaa ay usliha baynahuma sulha gabadhu haday ka baqdo ninkii inuu ka tashaday inay kula heshiin karto waxay lahayd wax kamid ah inay uga tanaasusho si uu u daayo una u furin an yusliha wa tathniyo culimadu waxay ka qaataan inay haboon tahay labadoodo kaliya arrinka inay ku heshiiyaan oo cid kale aanay soo dhexgelin waayo de iyagay ka dhaxaysaa wixii ay isu tanaasulayaan ee ay isu dhaafayaan waxaa kaloo aayaadkan ku sugan tacadduru alcadli bayna azawjayni bayna azawjaat fi alxubbi waaljimaac inay mustaxiil tahay in loo cadaalad fala haweenka xagga kalgacalka iyo galmada oo walan tastatiicuu an tacdiluu bayna annisaa cadligii baa laba ah العدل المستطاع والعدل غير المستطاع عدالة لأوودو إيا عدالة أن لأوودين شعيل كقلبك إيا جماعة وحل أوودا معها سيدا درتيد دمر كاللغا مصيمي كرا أو حلغا يابا قلبك إنو هوين كميدونو إيشو آدو شعيليه رسولك صلى الله عليه وسلم هوين كيس دي عاشو وقو شعلا منا قرين شرين أو موجين شرين inuu caasho ugu jecelyahay oo xataa nabigu markii uu sii dhimanayo sakaraadka noloshiisa ugu dambeeyay guriyihiisa ayaa kulba guri lagu baxnaaninayo oo lagu rogrogay marka mar walba wuxuu oran jiray eeyna ana qadan bari halkeen ahay habeen dambe halkeen ku beeganahay haweenkii nabigu markay garteen halka uu doonayo guriga caasha waxay isku raaceen in gurigeedii la geeyo iyada lagu baxnaaniyo iyana halka ay ku soo booqdaa marka waa wax banaann de ruuxa qalbigiisa iyo maxabadiisu inay dhinac u badan karto laakiin taasi macnaheedu ma aha inuu xaqii nafaqada iyo bariyadii habeenka iyo qaybtii habeenka inuu wax weeyaan u kala badiyo taa macnaheedu ma aha oo waajib bay ku tahay xaqii nafaqaadka iyo qaybtii habeenkii
haweenkiisa inuu u simo waa arrin waajib ku ah. iyagu waxay uga tanaasulaan mooyaane. laakiin kalgacalka qalbiga ku jira wuxuu isagu awood u leeyahay ma aha dee qofka lagu khasbayo. waayo Rasuulku sallallahu calayhi wasallam waxa uu yidhi كما في السنن من حديث عائشة اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك إلهي هو تاقيبتي أن أودي وحق ذي النفقاتك إيا مبيتك لكن هيقو عنانا وهيقو عقاب وحا أدوغو آد هيسو إي أنوغو آنن هاي ومحبة قلبك روحنا قلبك إيسا قعنتك ما هيو مركا معنو وحويه حق محبة قلبك لجماعة دالت فلكرو بين عمبو بدنيا لكن حق دقن كيم موقدي يا هذي مصاريف تاي يا هذي مهر تاي يا هذي مصروف تاي يا هذي يعني قيبتي هبين كي تهيب وحيا به كله عدالة دواين كو إلى عليو قال ما دون والله مدو ده شرط ما هينا كل جوات كسنتو قفنا وحلا جيا بقينا دوها موتو مدنا دوها مويدو وحسب الاستطاعة مركا لبدا شيء مدنا لجماعة دالت فلكرو لكن وحي كلا ظاهر كأها أيا لغا سميا آيات كان مركا مسائل كاسا اللي نوغو عده ومهم جدا ناه إنو روحو آدي آدي اسكو دوره أو اسكو إلاليو وحالي نوشي اغي لبادو يقف دي كلا تغان مدو البا إلهي إنو غني يليو أو ديغ دي ساوكو كافينا يو أو مدنا أنو حوييان قول درو أنو كدعي الله وحوري ويستفتونك في النساء ويستفتونك وحي كويدين يا نبي الله في النساء في شأن النساء دمر كأرن كودي أي جواب كويدين يا إن أضع ضيصه قل واحد كتير يا نبي الله 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 أيا يفتيكم إذن كجواب يو إذن عضين يا فيهن أي في شأنهن حوين كأرن كودا الله إذن كجواب يا iya wama allah da ku cadaf iya wama shay ba idin cadeynayo idin ka jawaabaya arinkooda shayga soo yutla laydin ku akhriye aleekum korkiina fil kitabi kitabka xaal uu ku sugan yahay waxa kale oo idin ka jawaabaya aayadka laydin ku akhrinayo ee idin cadeynaya dumarka iyo caruurta iyo haweenkuba waxa ay xaq ku leeyeen xoolaha iyo dhalka iyo meherka ba في يتامى النساء وحدثوا قدرته ويفتيكم أيضا وحكروا اللي يدين كجواب يويدين عدين يا في يتامى النساء أي في شأن يتامى النساء هوينك أغنطأها أرنكو دينا إلهي ويدين كجواب يويدين عدين يا اللاتي هوينك أصو لا توتونهن أيدان سينين ما كتب وحي اللوفر ليلي لهن إيغا وهدو مهري هاي إيه هدو ميراثي هاي بآت كقدي نيسا وترغبون آت عشيهين أن تنكحوهن في أن تنكحوهن إن أدقور ستان آت عشيهين هدي قرحي حول ليه أما وترغبون آت نعبتهين عن أن تنكحوهن إن أدقور ستان آت نعبتهين ضدك كلنا آدو دي ديسان هدان قرح لهين إيه حول مدنا والمستضعفين وفي شأن المستضعفين كو الله ضعيف صدئ تاكت الدرن أرن كودنا إلهي وايدين عدين يا وايدين كجوابي كو ضعفض أهو من الولدان عرورتي أه وأن تقوموا ويأمركم إلهي وحيد فريا أن تقوموا إنادو كعدان لليتامى أغنتي بالقسط عدالة إنادو كعدان أو حوله ذا إيا حقه ذا دريشا وما تفعلوا وحتى ميسانوا من خير خير فإن الله لكان وحو هذي به شيغا عليما كيو علم بدن وإن امرأة وإن خافت هذي كعب صوت امرأة هويني خافت هذي كبغضو من بعلها ننكيدي نشوزا سنتاك إياس سريسين هذي أقبغضو أو إعراضا أما جيت وكسي جيدو هذي كبقضو فلا جناح دنب عليه ما كركودا مسارا أن يصلحا في أن يصلحا إني هقاتيان دنب كمسارو كمقبان بينهما دحدود صلحا هقاتين معناها إني كهشيان إن متكود وحو كتنازلو
gabadhii oo kale waxay lahayd xuquuq wax ka mid ah inay uga tanaasusho si aanu uga jeedsan uu ugu soo jeedsado dembi kuma sugna inay sidaa ku heshiiyaan. Wasulxu heshiiskaas ayaana khayrun khayr badan. Wa uxdirat waxaa lagu soo xaadiriyey al-anfusu nafihi ashuxa bakhaylnimo iyo adayg, oo waxaa looga jeedaa ruux walba wuxuu isleeyahay adaa xaq u leh inuu ka tanaasulo way ku adag tahay, oo gabadhii waxay lahayd inay ka tanaasushaa way ku adagta, way ku bakhaylaysaa, ninkiina inuu ka tanaasulo waa ku adag tahay, oo waa dabeecadii dadka iyo basharka ku beerayd. Wa in tuxsinuu haddaad hagaajisaan dhaqanka dhexdiinna, haddaad tihiin rag iyo dumarkii, oo watataquu allana aad ka baqdaan oo dulmiga iska daysaan, fa inna allaha alle kaana waxa uu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiiran, kii xogogaalu ah. Walan tastatiicuu kari maysaan an tacdiluu inaad ugu cadaalad fashaan bayna annisaa'i haweenka dhexdoodii, ay fi lxubbi waaljimaac xagga jacaylka iyo galmada dhexdooda inaad ka sintaan oo u cadaalad fashaan kari maysaan. Walow xarastum aad kuba dadaashaani, xataa haddaad kuba dadaashaan sidaas ma awoodi kartaan. Ee falaa tamiiluu ha iilannina kullal mayli, iilasho dhammaanteed ha iilannina oo dee dhinac ha u wada ciirina. Oo fatadaruuha waa jawaab, dabadeed aad ka tagtaan tii aad ka iilateen. Kal mucallaqa xaal ay tahay sidii mid mucallaqa ahoo aan furayn lana qabin, laa hiya muطallaqatun walaa hiya muزawaja, waa wax iska soo laalaadoon meel la oolin oo aan lana qabin oo xaqii zawjiya aan helin lana furin oon bannaankeeda marin si aanay sidaa u noqon. Wa in tuslixuu haddaad hagaajisaan dhexdiinna oo aad isu tanaasushaan oo watattaquu ilaahay aad ka cabsootaan, fa ina allaha alle kaana waxa uu ahaaday kafuuraa, kii dembi dhaafis badan ee raxiiman adoomadiisa u naxariista. Wa in yatafaraqaa hadday labadii ruuxii isqabay kala tagaan, yugni llaahu ilaahay waa hodan yeelayaa oo wuu qani yeelayaa kullan mid wal oo labadoodii ka mid ah ilaahay baa qani yeelaya oo kaafinaya, min sacatihi ilaahay waa sacnimadiisa iyo fadligiisa iyo arsaaqadiisa ballaadhan ayuu ka qani yeelayaa oo labadoodaba uu ka kaafinayaa. Wa kaana allaah ilaahay waxa uu ahaaday waasicaa, kii deeqdiisa iyo fadligiisa uu ballaadhan yahay, xakiimane aan khaldaminee shay walba halkiisa dhiga. Walillaah allah ayaa iskale maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan, iyo maa fi lardi arlada waxa ku sugan, walaqad wasaynaa wallaahi laqad wasaynaa xaqiiqa ahaan baanu ugu dardaarannay, alladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey, waa jinsulkitaab oo tawraad iyo injiila, min qablikum idinka hortiin la siiyey, iyo wa iyaakum idinkaba oo mu'miniintii ah waxaanu u dardaarannay dhammaantiin, an ittaqullaah ay ittaqullaah ilaahay ka baqa, antu waa tafsiiriya oo bimacnaa ay waa madmuunulmuusaa bihi, wixii laysu dardaarmay madmuunkiiyo macnuhu xambaarsanaa waa maxay, ittaqullaah, taas ayaa kuwii hore iyo kuwii dambaba loo dardaarmay. Alla wuxuu yidhi waa in takfuruu haddii aad gaalowdaan oo alle aad ka biqi weydaan, fa inna lillaah alle ayaa iska leh maa fi samaawaati samooyinka waxa ku sugan, iyo wamaa fi lardi arlada waxa ku suganba, wa kaana allaah ilaahayna waxa uu ahaaday mar walbana yahay ghaniyan kii hodan ah ee makhluuqaadkiisoo dhan ka deeqtoomay, xamiidan ay maxmuudaa ee la mahadiyo. Walillaahi alla ayaa iska leh maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan, iyo wamaa fi lardi arlada dhexdeeda waxa ku sugan, wa kafaa billaah ilaahay baana ku filan, wakiilan min jihati wakiil mid la tala saarto waa tamyiiz, ama wakiilan xaal u yahay mid la tala saarto, in yasha hadduu alla doono yudhibkum waa idin tagsiinayaa oo dhammaantiin waa idin baabi'inayaa, ayuhannaasu dadkiiyow, oo wayaati waxa uu keenayaa alle biaakhariina kuwa kale, alla hadduu doono intuu idin baabi'iyo kulli idin mariyo
أيو كوكلا يدون كدور صنيا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وكان الله إلهينا وحو هذا على ذلك أرنك الله سوى شيئا أو إنو إذن بابيو كوكلا يدون كبدلو أرنك وحو هذا ألي قديرا كيو أود بدا ويد لا يعجزه شيء وح إلهي عجز قليا مجرو من كان الروح هذا يريد كي دونية ثواب الدنيا الدنيا دا أبا المرين تيدا إيا النعمة ديدا إيا برواقة ديدا إيا اللدنان تيدا روح دونية فعند الله إلهي أكتسو أهادي ثواب الدنيا الدنيا دا أبا الكيد إيا النعمة ديدا إيا والآخرة آخر النعمة ديدا وكان الله إلهي نوحو هذا سميعا كي مقل بضن بصيرا أرق بضن ولله ما في السماوات وما في الأرض سدح جير بيكو صنقة آياتك مر والبنا معنى يوصل نقول إسحاق كما يمنو مجرد تأكيد معها ويوحى إلى التأسيس أولى من التأكيد معنى عصب كلمة دون يوتي ما عضو أي كأوليسا إلا يراكي هرم بأتكين الساعة مركوا تأسيس مركوا روح يوتمد سواء الله مورن وإن يتفرق يغني الله كل من ساعتي هذا كلا تجان مد والب الله كافي يلي وغني يلي وحلا عدي الله غني يلي يا إنو يهي الله عرك يدولك بايسكله مرك إله عرك يدولك إيا وحود حيب ملكيا إساقا هديك لتغان كافي إليا ومناسبة وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته هذا نوح لسوع لي فإن لله ما في السماوات وما في الأرض ومرك الله كعبسك الله أمري إلا ويري هداد قال ودان تانا معنه يدوح وي عبسك وح الله يدين فري ما هباهي إله يدين باهي هي إوا يدين كدنتينا هداد قال ودانا عدنا وحبي لميسان وايو إلهي وحولي هي ما في السماوات وما في الأرض هدنا وح اللي يدي ولله ما في السماوات مرصد حاط إيضنا وحي مناسب أطهي وكان الله غنيا حميدا إلهي وحو هذا مذهدنا أو وحو الملكية أو لما هذا هذا النمدي سأي مهدنتي سوح موجنا يا ولله ما في السماوات وما في الأرض إسقى وحو البلاء مكوا غني مضن إلا ما هذا آيات كان وحكسوا بيان ملك الله لكل شيء وغناه عن جميع خلقه حلي نعدي وحو البيلاهين ليهي مخلوق ودن وكم عرمي وحكوا كسوا التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين وذلك لأهميتها الله كعبسه ودردارن كو ألسي كو هري كو دنببا وأن مهمدة إيا مكانة السرع أي تقوى ذليده الدرتين وحكوا كسوا لا يضر الله كفر الكافرين ولا ينفعه إيمان المؤمنين فإن الله غني عن العالمين إلهي كو قالوا بي قال لماذا دون وحبي لميسو كو الرميينا رمين تودو وحبا وطاري ميسو وايا مخلوق ودن إلهي وكاد يقتومي وحكالو كسوغن قدرة الله على إذهاب الناس كلهم والإتيان بغيرهم إلهي إنو أوادو ليهي يقدرو ضدك ودن انتو بابئيو كو كلينو كبدشو وحكالو كسوغن أهمية الجمع بين طلب ثواب الدنيا وثواب الآخرة وعدم الاقتصار بطلب ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدارين إني مهم تهي إلا كل ميو دونست الله دلبيو أبا المرين تا الدنيا دا إيا تا آخر الله بضبا أو أن لغو قابسان أون تا الدنيا دا ويا الله بضبا الله هيا أو من كان يريد ثواب الدنيا وحلم إلا تلماما يا دي الدنيا إن لغو قابسان إنا نيها بونين ويا هداد إلهي الدنيا كدونيسو آخرتنا إساقا هيا محادي السقو يرين لبدا بالسؤالو فعند الله ثواب الدنيا والآخرة مركا الروح ولذلك دعاء المؤمنين تي أنبياء بمحاكا مذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إله الدنيا دنا وناق يدا نصيه آخرنا وناق نصيه عذابنا نقبت بادي مركا الروح لبدا با وين إلهي كضربو كضونو وأنو ككافتو من الدنيا أوكلية ويا الدنيا دو قيمة بضن ماله وحلقوا له قوه وحلقوا له منا معها الله وحوري ولله الله يا إسكال ما في السماوات سموينك وحكو سغن يوما في الأرض أرلا وحكو سغن ولقد وصينا والله
لقد وصينا حقيقها وحن أدر دارني الذين كو يؤتوا الكتاب كتابك اللسيي من قبلكم إذن كورتين إيا وإياكم إذن كبوحن أدر دارني أن اتقوا الله أي اتقوا الله إلهي كبقى أيان دمان أدر دارني كوي هريا كوي دمبابا وإن تكفروا جلالين كوالك وحليه وقلنا لهم ولكم جلال الدين السيوطي iyo xaweeyaan sharaxan hoose ee futuuxaatul ilaahiyah ruuxu labada haddu isla helo waa wax weyn oo tafsiirka aad uga caawinaya oo jalaluddin as-suyuti waxa uu leeyahay awalka tafsiirka qaybta hore jalaluddin al-mahallina qaybta dambe aakhirka labadoodana jalaluddin al-mahalli ayaa sheekha suyuti aha marka jalaluddin al-mahalli marka uu dhintay ayaa suyuti u dhameystiro al-baqara uu ka soo bilaabay ila awalka انت كلنا جلال الدين المحلي باله سليمان الجملنا وحوسنا لبدا جلالين بكو شرحي مركا جلالين ومثني وحلو تثنيي وجلال الدين السيوطي او ارضيقه يا جلال الدين المحلي او شيخيه سليمان الجملنا وحو كو شرحو كو بلبلاريي الفتوحات الالهيه وحواشي ده هوسه مركا روحا لبدا شرح يا حاشيه ده هوسه اسلهلا مفردات كي كلمات القران كو وحبدن بوغ بخايا الله وحده مركا وان تكفروا مركا جلالين كالكا وحو ليه وقلنا لهم ولكم بوسو قدريا وحنو ايغا اي ايدن كبا ايدن كنري ان تكفروا هدا قالودان فان لله الله ايا اسكله ما في السماوات سموين كدخدودا وحا كسغن اي وما في الارض ارلد دخدودا وحا كسغن وكان الله الهينا وحو هادي معناها دي وحبا كا قادميسان وي وكان الله الله نوحو هذه غنية كي هدنا اي قد اقتومي ضدك حميدا اي محمودا اي لما هديو ولله الله يا اسكال ما في السماوات سموين كدحدو دو حكو السغن اي وما في الارض ارلد دحدو دو حكو السغن وكفى بالله الهي بانكو غفلا وكيلا مدلة لسارتو ان يشاء هدو الله دونه يذهبكم وايد تكسينو وايد بابين ايها الناس ضدك يو وياتي وحنو كينيا باخرين كوكله انتو يدين كايدين باب ايو ايو كوكله كيني هدو دونو وكان الله الهينا وحو هذه على ذلك ارنكاس ارنكا اينو يدين باب ايو عيد كلا كينو الله وحو هذه قدير كيو اود بدن من كان الروح هذه يريد كي دونيا ثواب الدنيا الدنيا دا ابال كيدي النعمه ديدا فعند الله الهي اكتي سوء هذه ثواب الدنيا الدنيا دا أبال كيدي النعمة ديدا إيا والآخرة آخرة أبال مرين تيدوبا وكان الله إلهي وحو هذه سميعا كيما قلبضا بصيرا أرق بضا والله أعلم.